الفيتشرز بتاعت الفيرست ريب، ان الفيرست ريب طبعا ده واحد من الاتيبيكال ريبس، من الاتيبيكال يعني ايه بقى اللي هو الشاذين مش زي دول. اختلافه في ايه؟ مشكلته صغيره ان هو مبطط من فوق لتحت، مش مبطط من الجنب للجنب زي الريبس الثانيه دي. هنا الوصف بتاع الريبس كان ليها ايه؟ كان ليها اوتر سيرفيس وانر سيرفيس وابر بوردر ولور بوردر. ده وصفه ايه بقى؟ ابر سيرفيس ولور سيرفيس وانر بوردر واوتر بوردر. ده الجديد اللي فيه يعني. دكتور العلامات هنا زي متشابهه بنسبه كبيره زي هناك، يعني في اللي تلاقيه هنا زي هناك قوله، يعني هنا الجروف ده بتاع الكوستال كارتج، يعني هنا مثلا الحته الناعمه دي ده عشان الكوستو ترانزفيرس جوينت، والحته الخشنه دي عشان اللاترال كوستو ترانزفير ليجمنت، وورا النك كده اللي هو البوستير الانفيرير كوستو ترانزفيرس ليجمنت. ركز في دي اللي ورا النك، بيهايند النك الانفيرير كوستو ترانزفيرس ليجمنت. ركز. طب ناخد العلامات الخاصه بقى بتاع الفيرست ريب. الفيرست ريب مشهور بحاجه جميله قوي نحب نوضحها هنا، ان الابر سيرفيس بتاعه الريجولار لكن اللور سيرفيس بتاعه ناعم. طب ايه الريجولاريتي اللي في الابر سيرفيس؟ ايه مظهر الخشونه وعدم الانتظام في الابر سيرفيس؟ ان هو في تيوبركل وقدامه جروف وراه جروف. تحسهم ازاي؟ خلي صباعك يمشي على الانر بوردر مش على الابر سيرفيس. الابر سيرفيس مش هتحس بحاجه، على الانر بوردر تحس اول جروف وبعدين التيوبركل وبعدين الجروف بعده، وده لان الفيتشرز دي بتبان على الانر بوردر اصلا، اللي هو سكالين تيوبركل وجروف قدامه وجروف وراه. طب السكالين تيوبركل مين اللي ماسك فيه؟ عضله اسمها سكالينس انتيريور ماسل، سكالينس انتيريور طبعا النك، والجروف اللي قدام ده بتاع السبكليفيان فين، والجروف اللي ورا ده بتاع السبكليفيان ارتري. فانت عندك المكان ده بقى مميز ان التيوبركل بتاع العضله سكالين تيوبركل بتاع سكالينس انتيريور ناحيه قدام اللي هو ناحيه الانتيريور اند اللي بتبقى عريضه دي ومجوفه، ده السبكليفيان فين، اللي ورا ده سبكليفيان ارتري. افتكر ان الارتري هو اللي ورا والفين هو اللي قدام. من العلامات الخاصه برضه للفيرست ريب ان على الانر بوردر بتاع الفيرست ريب سوبرا بلورا الممبرين، ده الانر بوردر بتاع الريب سوبرا بلورا الممبرين. بس ما عدا النك بقى، النك ليها علامات خاصه. الاستراكشرز اللي بتعدي قدام النك بتاع الفيرست ريب من العلامات المؤكده، علامات مهمه قدام النك بس نك، دول ثلاث حاجات: سمباثيتك تشين، سوبيريور انتركوستال فيسلز. سمباثيتك تشين بتدخل من هنا تدخل السوركس، والسوبيريور انتركوستال فيسلز اللي جايين من الكوستو سيرفايكال ترانك يدخلوا هنا عشان يدوا فيرست بوستير انتركوستال والسكند بوستير انتركوستال. سوبيريور انتركوستال فيسلز والفنترال ريموس بتاع سوراسك واحد يطلع هنا عشان يشارك في البريكيال بليكسس. يبقى انت عندك ثلاث حاجات بيعدوا قدام النك بتاع الفيرست ريب: سمباثيتك تشين، سوبيريور انتركوستال فيسلز، فنترال ريموس اوف سوراسك واحد، سوراسك نيرف نمره واحد. ركز في دول. وطبعا ما تبقاش عشان اقول لك ان هي علامه مهمه 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 لدرجه الناس ما بقتش تعرف غيرها، ويجي في الامتحان يلاقي العلامه ورا النك، بتبقى خد بالك ركز. العلامه اللي ورا النك دي بتاعت الانفيريور كوستو ترانزفيرس ليجمنت، ممكن تبقى معموله عشان خاطر ان توجيه الطلبه كله او الناس كلها بتوجه الطلبه ناحيه العلامات اللي قدام النك. طب ما خد بالك برضه ان في علامه ورا النك، ورا النك ده اسمه انفيريور كوستو ترانزفيرس ليجمنت، لكن اللي قدام النك دول ثلاث حاجات اللي بيعدوا. اكسترنال انتركوستال عند الاوتر بوردر، ودي مش اي اكسترنال انتركوستال، ده الفيرست اكسترنال انتركوستال مثلا، الفيرست اول واحده بتاع اول سبيس فيرست اكسترنال انتركوستال. على فكره على اللور سيرفيس بقى خط، بس يمه الاكسترنال او الاوتر بوردر، يمه الاوتر بوردر ده العضله الثانيه في السبيس اللي اسمها انترنال انتركوستال، وانا اول واحده كانت اسمها اكسترنال، اللي جوه شويه تبقى انترنال انتركوستال بتاخد من اللور سيرفيس. لو اللور سيرفيس كله بقى اتلون ده كده يا دكتور مرامس لللنج والبلوره، وعامل جروف محترم تحت الايبكس بتاعت اللنج اللي هو اول كوستال جروف على اللنج يعني باللور سيرفيس بتاع الرب. اخر علامه موجوده عندي لو انت تاخد بالك ورا الجروف الخاص بالسبكليفيان ارتري من يمه بره هنا كده في ريدج مخرفشه، بس طبعا تاخد بالك ان ده يعني حاجه بتاعت السريتس انتيريور، سريتس انتيريور ماسل. تاخد بالك ان دي ريدج، الريدج بتاعتها بتبقى ورا المكان بتاع الجروف فور سبكليفيان ارتري، سبكليفيان فين؟ سبكليفيان ارتري ورا المستوى بتاعه قريب من الاوتر بوردر، ده السريتس انتيريور، ودي طبعا جزء من الديجيتيشنز بتاع السريتس انتيريور اللي هو نص الديجيتيشن الاول. لان انت زمان انت عارف الديجيتيشن الاولاني بتاع السريتس انتيريور لما كان بيجي يطلع كان بيطلع من
الفيرست ريب والسكند ريب ده الفيرست ديجيتيشن هو اكبر ديجيتيشن يعني سيرليتس امتير. هقول بداني علامات الفيرست ريب بسرعه جروف هنا عشان الكوستال كارتريدج السكالين تيوبركل بتاع السكالمس انتيريور سبكليفيام فين جروف جروف فور سبكليفيام ارتري اللي بيعدي قدام النك بتاع الفيرست ريب ثلاث حاجات سوبيريور انتركوستال فيزلز وسمباثيتك تشين وفينتر بريمس اوف ثراسك واحد الانر بوردر بتاع بقيه الريب سوبرا باللورال ممبرين على الاوتر بوردر اكسترنال انتركوستال اكسترنال انتركوستال على اللور سيرفيس خط من يمه الاوتر بوردر كده يبقى انترنال انتركوستال انترنال انتركوستال لو على السيرفيس كله يبقى اللنج والبلوره ودي ريليشن الحته دي اللي على الاوتر سيرف على الابر سيرفيس من يمه بره ورا الجروف بتاع السبكليفيان ارتري ده المكان اللي بتمسك فيه اللي هو سيريتس انتيريور اللي هو اول ديجيتيشن منها. دكتور ما تتلخبطش بالعلامه اللي قدام النك واللي ورا النك اللي ورا النك ده الانفيريور كوستو ترانسفيرس ليجامنت اللي على الحته دي يا دكتور ده اللاترال كوستو ترانسفيرس ليجامنت وده الكوستو ترانسفيرس جوينت والثلاث علامات دول مشتركين ما بين الفيرست ريب والريبس الاخرى